منطع ما في اي تسلل توصل بسهوله عند نمر لحوت. نفس السيناريو فارس عم يتكرر مع انطلاق الشوط الثاني، ولو انه شباب البرج بشكل افضل على الصعيد الهجومي بلش يتحرك، بلش يكون دفاع من الشباب. كرة عم يسيطر عليها صادق ادمز، صادق بيحاول ينطلق، صادق ادمز يلي سبق وتحدثت عنه. يلا يا شباب البرج، تأخرتوا بهدف، بدكم تردوا والا البرج جاهز ليرد بهدف تاني. كلاوديو معلوف حافظ على الكرة للصديق ادمز يلي بيتعرض للعرقلة والخطأ موجود. حسين ابو يحيى الرجل الجليدي على مهلكم عرواء. حصري امير الحصري بيلعب الكرة العرضية خطيرة خطيرة خطيرة. لا لا لا، ما معقول يلي صار، ما معقول يلي صار. احمد عباد على مسافة قريبة كان من المرمى لادراك التعادل من جديد. الشغل الممتاز يلي عمله امير الحصري على الكرة العرضية. صديق ادمز ما قدر يوصل لك ريست، لكن احمد عباد شو عملت الشباك كان من جديد. الرأسية موجودة سريعة، دفاع شباب البرج تحت الضغط عم يشتت، والخروج مع كلاوديو معلوف من لمسة واحدة لعلي بزي. علي بيلعب الكرة للأمام لعند صادق ادمز. صادق ابترش، يعني مباراة فينا نقول حماسية نظرا لحساسية اللقاء وحديث الشارع، خاصة منطقة برج براجني اللي اليوم عم بتتابع. الكرة عم تتنفذ، مقطوعة من جديد تبقى مع شباب البرج. بنفس المنطقة بنفس الشارع بنفس البنية وحتى بنفس البيت، كرة أمامية بس في تسلل ما راح يكون أبدا فرصة لفريق شباب البرج، لأنه مع حالة تسلل الحكم هشام أنصو بيرفع رايته ليعلن عن حالة تسلل. وكرة حاليا مع فريق البرج اللي ما شفنا حارس مرمي عبد الكريم صالح بالشوط الأول. هيدا محمد دقة يلي كان بادئ قدامنا على الشاشة، تسلل الجهة اليمنى بتروح بهالوقت لعند أغوستينو للصادق. صادق ادمز طاقة صفرة من المباراة السابقة، هن وليد اسماعيل انتيري محمد قاسم وستيفن. متقدم ليسان خط الهجوم، بدو ينتبهوا ممنوع الخطأ داخل منطقة الجزاء. صادق ادمز وكرة كريس ريمي، هيدا اللي عم قوله معقول كتير، كرة وحيدة تكلف فريق البرج الغالي كتير اذا ما انتبهوا. بيوعد بالوقت المتبقي من عمر المباراة، خلينا نقول نص ساعة تقريبا، تكون نص ساعة حلوة من الفريقين. والبرج عالي على صعيد المستوى.